طيب تعالوا بينا ندخل على موضوع تيم. الخطيب بيحصن عبد القادر من الزمالك. كلنا عارفين المشكله الحاليه اللي ما بين احمد عبد القادر ومارسيل كولر. في ما بينهم ازمه، في ما بينهم مشاكل، احمد عبد القادر ما بيلعبش، احمد عبد القادر زعلان جدا من تجاهل مارسيل كولر، وخاصه ان احمد عبد القادر في الاونه الاخيره بدا يدخل منتخب مصر في التجمعات اللي فاتت، كان دايما بيتم استدعائه في منتخب مصر، ولكن بعد ما قعد احتياطي الفتره الاخيره مع الاهلي بدا احمد عبد القادر يمتعط، وبدا يدور على فرصه انه يمشي، وبدا يكلم وكيله، وبدا وكيله يتكلم مع اداره الاهلي ان اللعيب عاوز يمشي. طب يطلع اعاره؟ لا، احمد عبد القادر عاوز يتباع، عاوز يشوف حياته في نادي سعودي، نادي قطري، اماراتي، كلام من هذا القبيل. في قلق جوه الاهلي ان احمد عبد القادر يكون متفق مع الزمالك وعاوز مجرد كوبري، يروح كوبري وبعدين يرجع على الزمالك. الاهلي ادارته ناصحه عكس الإدارة السابقة في نادي الزمالك اللي ما كانتش ناصحة. خلينا أقول ما كانتش ناصحة، أنتوا عارفين إيه يعني، قصة إيه يعني، ولكن خلينا نقول إدارة الزمالك ما كانتش ناصحة يعني، خلينا نقول ما كانتش ناصحة. إنما إدارة الأهلي ناصحة. إدارة الزمالك سلمت إمام عاشور للأهلي على طبق من ذهب. 3 مليون دولار يقدر الأهلي يدفعهم عادي. 20% إعادة بيع للسماسرة والنادي ما ياخدش جنيه. لا، قصة إمام عاشور ده فيلم، ده فيلم هندي من بتوع أميتاب باتشان، عارفين مرض بتاع الحصان والكلب اللي هو فيلم مرض ده. هو قصة الزمالك فيلم مرض، وقصة إمام عاشور دي فيلم مرض. الأهلي مش بسذاجة الزمالك. الأهلي خطيب قال إن أنا، والكلام وصل لوكيل احمد عبد القادر، انا مش هبيع اللعيب باقل من 4-5 مليون دولار. ليه؟ عشان خاطر لما يتباع مثلا للوكرة القطري ب4 مليون دولار حلو، وهيتحط اعاده بيع 20% للاهلي. ما هو الاهلي مش بسذاجه الزمالك، وخلينا اقول بسذاجه، مش عايز اقول حاجه تاني. الخطيب جمهور الزمالك بيختلف معاه، ولكن الخطيب بيحب ناديه، بيحافظ على ناديه، بيخاف على مصلحه ناديه، وبيحافظ على اموال ناديه. عمر الخطيب ما عمل 20% اعاده بيع للسماسره والوكلاء. لا لا، انا اكتر واحد بختلف مع الخطيب وبنتقده، انما عمر الخطيب ما باعش ناديه عمره. ف الخطيب قال مش هبيع احمد عبد القادر باقل من 4-5 مليون دولار. ليه؟ عشان لو الزمالك حب يشتري احمد عبد القادر في المستقبل، الزمالك ايه اللي يحصل؟ الزمالك يدفع اكتر من 4 مليون دولار، وطبعا مستحيل الزمالك يشتري لعيب مصري ب 4 مليون دولار، هيبقى صعب جدا. زائد ان هيبقى في اعاده بيع 20%، وده اللي اشترطه الخطيب في الكلام او في الرسائل اللي كانت عبر وسطاء مع وكيل احمد عبد القادر، ومش هيسيب اللعيب بتاعه انه يروح للزمالك بسهوله. فده الكلام، وده مختصر الكلام، والخطيب بيحصن نجمه من الزمالك. ندخل على بن شرقي. بما اننا بنتكلم على بن شرقي، حصل تواصل ما بين احد المسؤولين في نادي الزمالك واشرف بن شرقي. بن شرقي الخلاصه قال لهم انا مستعد اني اتنازل عن مستحقاتي للريان القطري بحيث الريان يسيبني في يناير. هو عاوز يمشي في يناير، عاوز يجي الزمالك. وبدا اشرف بن شرقي يتواصل بشكل غير مباشر مع نادي الزمالك. ليه بدا يتواصل؟ ما بي مش ماشي كويس في الريان القطري، عاوز يرجع للشهره، اسمه انطفى، القيمه السوقيه بتاعته، القيمه السوقيه بتاعته نزلت، ما بقاش ينضم للمنتخب المغربي. فاشرف بن شرقي عاوز يرجع نادي الزمالك، وخاصه بعد ما جه مجلس اداره مستقر، ما جه مجلس اداره منتخب هيقعد 4 سنين. بدا اشرف بن شرقي يقول لك انا كده خلاص لقيت الاستقرار، لقيت ناس قاعده منتخبه، هعرف اخد مستحقاتي بانتظام، وكل الكلام ده كله.
لا لا انا انا مش هتكلم، ما تقلقوش على صفقات جديده، محدش يقلق يعني. انا بتكلم على الاسماء اللي مستحيل الاهلي يضمها زي طارق حامد وبن شرقي وكلام من هذا القبيل، انما انا عارف اسماء جديده مش هتكلم عليها خالص، مش هفتح بوقي عليها، فما تقلقوش يعني. فاشرف بن شرقي يعني التواصل او الوسيط اللي كان ما بينه وما بين نادي الزمالك ان هو يتنازل عن مستحقاته ويحاول يجي في يناير اذا وافق الريان القطري، لان الزمالك مش هيشتري اشرف بن شرقي من الريان القطري. الزمالك لو هياخده ياخده فري، الزمالك معهوش فلوس يدفع له 2 3 مليون دولار عشان يشتري بن شرقي، ده غير لسه العقد اللي هيديهوله يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو الموضوع او الريان ما سابش اشرف بن شرقي في يناير بعد ما يتنازل عن جزء من مستحقاته، اشرف بن شرقي بنسبه 100% هيكون الموسم الجديد الموسم اللي جاي في نادي الزمالك، لانه هو خلاص ده اخر موسم ليه، هو ماضي موسم واحد مع الريان القطري، فيا اما في يناير يا اما اخر الموسم. انا بالنسبه لي اسالكم سؤال وتردوا عليا في التعليقات، هل وجود بن شرقي هو ظلم لمصطفى شلبي ولا لا؟ انا بالنسبه لي ظلم لمصطفى شلبي، ولكن بن شرقي لعيب كبير لازم يبقى موجود في اي فريق كبير يعني، بن شرقي لعيب كبير قوي 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 يعني، وكميته مشيت مع الزمالك. طيب نسيب بن شرقي وندخل على الزمالك والمصري. الزمالك والمصري في مشكله، احمد ايمن منصور واحمد عيد، لجنه شؤون اللعيبه مش عايزه تخرج لغايه دلوقتي العقوبه بتاعت احمد ايمن منصور واحمد عيد، وهي بتتراوح من 4 شهور ل6 شهور. ليه الكلام ده؟ لان لجنه شؤون اللعيبه عارفه ان في مفاوضات ما بين الزمالك والمصري، لو اتفقوا بشكل ودي مش هيطلعوا العقوبه، لو ما اتفقوش العقوبه هتطلع وهي الايقاف من 4 ل6 ماتشات. في مفاوضات عبر وسطاء الان ما بين الزمالك والمصري البورسعيدي، الزمالك يوافق ان اللعيبه تروح المصري احمد عيد واحمد ايمن منصور، والمصري يدي الزمالك محمود حماده اللي اسوريو طالبه، لان محمود حماده مش ماشي كويس مع المصري واستبعد من المنتخب القومي، وكمان في مشاكل ما بينه وما بين علي ماهر في المصري، فمحمود حماده عقده كبير في المصري ما بيلعبش باستمرار، في مشاكل مع علي ماهر، فعمل صداع لكامل ابو علي في المصري. فكامل ابو علي استاذ كامل ابو علي بيفكر بنسبه كبيره انه يوافق على الديل ده ويدي الزمالك في يناير محمود حماده مقابل انهاء ازمه احمد ايمن منصور واحمد عيد لاعبي نادي الزمالك، ويا دار ما دخلك شر ولجنه شؤون اللعيبه ما تطلعش عقوبات على اللعيب. هتيجي تسالني برضو على رايي الشخصي، هقول لك ان انا بدل ما تجيب محمود حماده ممكن تدي المصري 2 3 مليون تاني على الاثنين لعيبه وتجيب الياس الجلاصي لعيب اعلى من محمود حماده. ده من وجهه نظري عشان نكون يعني على ميه بيضة كده مع بعض. الياس الجلاصي افضل من محمود حماده. تمام تمام. طيب لعلمكم ممكن بن شرقي يجي ما يلعبش في مكان مصطفى شلبي، بن شرقي بيلعب مهاجم وبيلعب بلاي ميكر، بيلعب في قلب الملعب، بيلعب صانع لعب، فانت ممكن تستفيد من بن شرقي في اي مكان تاني، عشان الناس اللي بتقول بن شرقي يعني ممكن يظلم مصطفى شلبي، فانت ممكن تجيبه وتلعبه في حته تاني. مصطفى شلبي يلعب في نفس مكانه، مصطفى شلبي متالق واقترب من الانضمام لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، افتكروا الكلمه دي، مصطفى شلبي بسم الله ما شاء الله في صعود مذهل. طيب تعالوا بقى